أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: اعتدنا من العامة أنهم إذا هللوا عقب صلاة المغرب والفجر قالوا: اللهم أجرني من النار عدة مرات، هل لهذا أصل في السنة؟ نعم، هذا ورد به حديث ولكنه ضعيف. الذي يعمل به هذا من فضائل الأعمال، لا بأس، الذي يعمل به لا بأس ولا ينكر عليه، لأن هذا من فضائل الأعمال. الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. نعم.